طيب اتكلمنا انا وكريم قبل كده عن فكره تنظيم الوقت وفكره برضو احنا كثقافه عندنا ازاي بنقضي الاجازه، هل احنا بنقضيها بس في الفسح في السفر وغيره ولا بنستفيد؟ لان في شعوب مختلفه وشعوب اخرى، وتحديدا لو هتكلم عن اوروبا بيبقى مهم جدا ان الاجازه تحديدا لصغار السن اللي هم لسه الطلبه وغيره ان هم ما تبقاش بتضيع على الفاضي، يعني بنستمتع او بيستمتعوا لكن لازم يكون في جزء مهم جدا سواء انت هتقضيه في العمل مثلا فترة الصيف أو الدراسة حاجة بتكون زيادة عن المنهج بتاعك أو فكرة إن هم كمان يقضوا في الرياضة. فثقافة طبعا مختلفة تماما عننا، إحنا عندنا شوية الموضوع ما بيبقاش بيه اهتمام بهذا الشكل. على كل حال خلينا نتابع التقرير ده، نسمع من الناس نفسها كل واحد بيقضي أجازته إزاي ونرجع نكمل. بعد المدارس ممكن أروح أصيف وأقعد يعني أقعد ألعب. في العادي في الأجازات ما بركزش على الرياضة أوي صراحة، بس بصيف ساعات، بصيف مع أهلي طبعا وبحاول أخرج مع صحابي على قد كده، يعني بحاول أقضي وقت معهم. لما بخلص البطولة وكده فباخد أجازة، فبنزل مع أصحاب البسين وبلعب معاهم كورة وكده. أنا بلعب رياضة وبلعب جمباز وساعات يعني كده بروح أشوف ولاد خالتي كده وبس كده، وبعمل في أجازة بقى وأروح أتفسح كده بس. في الأجازة عامة ماما بتعمل لي جدول في اليوم، ساعة للتلفزيون وساعة للموبايل وساعة أنا عندي هواية بمارسها اسمها الرسم. بعد المدرسة دايما بحب أن أروح النادي وأقعد ألعب، وبرضو بحب أن أرجع البيت أخلص الهومورك وبعدين بقعد ألعب براحتي بقية اليوم عشان أكون فاضية بقية اليوم براحتي. ساعات بخرج مع أصحابي وبرضو بروح تماريني وبستمتع، وبرضو لما اروح البيت بقعد العب وبسأل مامتي لو عايز اخرج مع اصحابي. بلعب فولي وساعات برضو بلعب سباحة، بس انا شلت الجمباز وبلعب في النادي وبتفرج على التلفزيون وبلعب بس. بحب العب فولي مع صحباتي، وكمان بحب العب باسكت، وكمان بحب انزل البسين، بحب كمان العب برضو مع صحباتي واتفرج على التلفزيون في الاجازة. اجي العب مع اصحابي في النادي، وكمان باجي وبحب احافظ على التمرين قوي، وبيبقى عندي كمان كرسي سماس بروحه برضو، وبخرج مع اصحابي مع ماما ومع بابا برضو. بحب اسافر، بحب اسافر الساحل وبخرج مع اصحابي، بنروح المول مثلا وبنخرج مع بعض وبنخش السينما، وبرضو بحب اقرا كتب، في كتب برضو انجليش بحب اقراها، بحب انزل اعمل رياضه شويه في النادي، ولسه جايه برضو النهارده البولي وكده عادي. يعني هتلاقي اراء مختلفه، تابعنا بعض الاراء اللي فيها فعلا يعني رغبه من بعض الناس شخصيا ان هم يطوروا من نفسهم، وفي اللي بيقضي الاجازه ينبسط وخلاص على اساس ان هو بيتعب طول السنه سواء في الشغل او في الدراسه. بس نصيحه فعلا، يمكن انا مش كبيرة في السن أو يعني في أول الثلاثينات، لكن برضو كل ما أنت بتكبر سنة صدقوني حتى بعد ما بتعدي تحديدا الثلاثين بتبتدي تحس بحاجة مهمة جدا، إن أي استثمار أنت بتعمله في نفسك في السن الصغير، أي كورس بتاخده، أي لغة، أي حاجة بتتعلمها وأنت في السن الصغير بتلاقي ثمارها لما بتكبر تحديدا من سن 25 او 30. فهي دي النقطه المهمه، لو انت عايز تقضي اجازتك وتنبسط وتعمل كل حاجه كل ده حقك، لكن حاول على قد ما تقدر. دي نصيحه للشباب اللي بيسمعني الصغير الاصغر مني، اي استثمار اي دراسه في نفسك صدقني هتبقى مفيده جدا.